السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم عن اداة هي مهمة جدا لكل صناع المحتوى. كل صناع المحتوى اكيد يعرفوها، وهي اداة تيوب بادي. عارفين ان اداة تيوب بادي هي اداة فيها جزء مجاني، ولكن انا من وجهة نظري ان الجزء المجاني ده احيانا مش بيفيدنا بشكل قوي. يعني النهاردة انا جاي لكم بشيء مهم جدا، او بطريقة جميلة جدا ان انت تقدر تستخدم الاداة ديت لمدة شهر او لمدة اسبوع على حسب الامكانيات اللي موجودة عندك، او لمدة شهرين بشكل مجاني بشكل كامل. تقدر ان انت تستغل في الفترة دي، سواء كان شهر او حتى كان اسبوع، تقدر ان انت تستغل الاداة بشكل قوي ان انت تقدر ترفع من المشاهدات على قناتك. وانا يعني هوري لكم الطريقة، بس ان شاء الله قبل ما نبدأ الطريقة نتقابل بعد الفاصل. ورجعنا لكم مرة تانية يا شباب عشان خاطر نتكلم مع بعض عن اداة التيوب بادي وازاي ان انا افعلها بشكل مجاني. هنبدأ ان شاء الله نفتح معانا كده جوجل كروم ونكتب في تيوب بادي بشكل عادي في السيرش، او حتى فوق هنا كده في التايتل عنوان هنكتب تيوب بادي. وطبعا انا هنا عشان دخلت عليها قبل كده فتلاقيه معمول له سيف. طبعا هي ما ظهرتش زي ما هي ظهرت معايا هنا كده، تقدر حضرتك تعمل عنها سيرش في جوجل عادي جدا. طيب اول ما بتفتح معاك بالشكل ده كده هتلاقي يظهر معاك هنا ماي اكاونت، لو انت كنت عامل ساين ان من عليها قبل كده. ولو مش عامل ساين ان من عليها او ما فعلتهاش او ما ثبتهاش عندك، فبتبدا ان انت تعمل ساين ان عن طريق ايميل جوجل بتاعك بشكل عادي جدا. طيب هنبدا نكتب ماي اكاونت. طبعا احنا عارفين انها بتضاف كإضافة في اليوتيوب او كإضافة عن طريق جوجل كروم يعني، وبتشتغل معاك على اليوتيوب. لما احنا نفتح معايا كده دي عبارة عنها الصفحات بتاعتي، او نقدر نقول القنوات الخاصة بيا. كل دي قنوات خاصة بيا، ولا هنلاقي القناة اللي تحت دي اللي هي قناة البرمجيات او منتدى البرامج بتاعنا متفعلة عليه اهيت الاداة لمدة اسبوع. طيب ازاي ان انا افعلها لمدة اسبوع؟ اول حاجة حضرتك بعد ما بتثبت الاداة، وطبعا تثبيت الاداة طريقته سهلة جدا، انت تقدر تكتب كلمة بس تيوب بادي وبتلاقي الاداة تظهر معاك بحيث ان انت تقدر تعمل لها عملية تثبيت. تمام، هوري لك ازاي الخطوات اللي انت تقدر تثبتها بيها. طبعا انت يعني لما بتدخل بطريقه التيوب بادي اللي انا دخلتها كده من جوجل كروم، لو هي مش مثبته معاك هتديك امكانيه ان انت تعمل لانش اكستنشن، اللي هو الاكستنشن ده اللي هي الاداه يعني. خلاص فبتقول لانش اكستنشن كده خلاص بتتثبت عندك الاداه. فانا هنا لما هضغط لانش اكستنشن هتلاقي هنا بيكلمني عن الاداة هنا، فتحها لي من على القناة بتاعتي. طبعا لو هي مش متثبتة بتديني امكانية ان انا اثبتها، لو مش متثبتة بتديني امكانية ان انا اثبتها. فالموضوع بسيط ما فيهوش اي مشكلة. القصة بقى في اللي جاي، ان انت هنا دلوقتي عندك قناة، والقناة بيبقى كاتب لك حاجة فيها تحت كده اللي هي جود نيوز، كاتب لك كده جود نيوز. فبتلاقي جود نيوز دي معناها انك انت بيقول لك this channel qualifies for free tube body sponsored upgrade. يعني هنا ممكن يدينا مدة مجانية خلاص for free. طيب بعمل ايه بقى لما بتقابلني الرسالة دي؟ الرسالة دي بتلاقيها موجودة على اي قناة بترفع عليها فيديوهات بشكل دائم. يعني بنضغط هنا كده على click here، بنضغط هنا كده على كليك هير، وهنا اوكي جوت ات. طبعا تقدر تترجم الكلام دوت، يعني لو انت ضغطت رايت ماوس كليك كده هنا تقدر تقول له ترانسليت تو عربيك، يعني ده بيعملها طبعا جوجل كروم بشكل عادي. فهنا هتلاقيه ترجمها لك كلها بشكل عربي اهو. هتلاقي هنا تجربه مع بطاقه امان او ائتمان. لو انت معاك بطاقه ائتمان اللي هي اللي بنسميها الفيزا او الكريدت كارد ومفعلة، تقدر ان انت تاخد شهر مجاني، وقبل ما ينتهي الشهر تقدر ان انت توقف
الاشتراك عشان ما تسحبش منك. يعني لو انت عايز تستخدمها هتختار هنا كده اللي هي اسطوره، اللي هي اقوى حاجه عندنا هنا اسطوره. اسطوره هنا هتلاقي سعرها ب 49 دولار في الشهر، بس احنا هناخدها لمده شهر بشكل مجاني. هتكتب هنا بياناتك وتكتب هنا ايميلك وهنا الكانتري بتاعتك والستريت، طبعا كل ده تقدر ان انت برضو تحوله ان انت تترجمه للعربية بالشكل ده كده اهو. خلاص تقدر ان انت تضيف بقى بريدك الالكتروني، تضيف اسمك والشارع والرمز البريدي. طبعا الرمز البريدي تقدر تجيبه من على جوجل كروم بشكل عادي جدا. خلاص وبعدين هنا بيبقى رقم البطاقة وتاريخ الانتهاء بتاعها، وبعدين التلات ارقام اللي بيبقوا في ظهر البطاقة الائتمان بتاعتك. خلاص وتدوس انه يعمل تقدم، وبالتالي لو اتقبل منك خلاص فبيديلك ايه زي ما انت شايف كده هنا ايه شهر، بيديك شهر مجاني. قبل الشهر ده انت كمان تقدر على حسب معلوماتي عن الموضوع ده انك ممكن بعد يومين او ثلاثة تقدر ان انت تلغي ويكمل معاك الشهر عادي وخلاص مش هيسحب منك حاجة. تمام. هو هنا حتى معرفك بيقولك اول 30 يوم لك مجانا، يمكن الالغاء في اي وقت خلال تلك الفترة، ولن يتم تحصيل اي رسوم منك بعد 30 يوم. ستتم محاسبتك على 49 دولار شهريا لو عديت الشهر ودخلت في الشهر الجديد. طب انا يعني عايز اكون في الامان وما استخدمش الموضوع ببطاقة ائتمان يعني، فاقدر اعمل حاجة تانية خالص. ارجع كده وهلاقي في عندي حاجة اسمها ترقية مجانية مدى الحياة للاسطورة. دي حاجة هنا من تيوب بادي يمكنك الحصول على ترقيات مجانية خلال الانضمام الى برنامج الاحالة الخاص بنا واخبار الناس عن تيوب بادي. دي واحدة. هنا نريد ان نسمع منك، سيساعدنا الحصول على تعليقاتك فيه والتأكد اننا نقدم منتجا رائعا لتيوب بادي وتحسين ترقية مجانية للاسطورة لمدة اسبوع. هي دي اللي احنا بنتكلم عليها. هنا يقدر يديك ترقية لمدة اسبوع. في حاجات كثيرة جدا هنا لو انت يعني هنا كمان في قم بانشاء فيديو حول تيوب بادي. لو عملت فيديو حوالين بيتكلم فيها عن تيوب بادي ممكن يقول لك هنا انشئ مقطع فيديو مدته اكتر من دقيقتين تتحدث فيه عن المفضلة لديك او لماذا تحب تيوب بادي، ميزات، وانشره على قناتك. وبعدين هنا بيبقى الجايزة ترقية مجانية للاسطورة تصل الى شهرين، واخد بالك؟ طيب خلينا كده نروح للي هو اسبوع اللي احنا بنقول عليه اللي تقدر ان انت تجربه فيه ترقية مجانية للاسطورة لمدة اسبوع. بتقول كده ابدأ المهمة. هنا بيسألك شوية اسئلة تقدر برضو تحولهم باللغة العربية بالشكل ده كده. بيقول لك سمعت عن تيوب بادي من مين، فبتقدر تقول له اي حاجة يعني صديق مثلا. لماذا لم تشتري ترقية بعد ما اشتريتش ليه لغاية دلوقتي؟ ممكن تقول له اي حاجة. لم يكن لدي ميزات ابحث عنها، لا استطيع، مش عارف، لا ارى قيمة، اي حاجة يعني. ممكن تقول له لا استطيع تحمله او اي حاجة. انشطة لديك، كم عدد قنوات مثلا؟ هنا بيسألك عدد القنوات اللي عندك، قلت له اي عدد. هنا كمان بيقول لك ادي ميزة لتيوب بادي، خليها 6، ما فيش مشكلة، احنا مش خسرانين حاجة يعني. هنا كمان بيقول لك قيم تيوب بادي بالشكل ده كده، قيمه، فتقدر ان انت تقيمه هل هو صعب ولا هل هو بسيط. فنقدر ان هو اقول ان هو طبعا بسيط، هو سهل جدا. هل انت على علم ببرنامج الانتساب الخاص بنا؟ طبعا هنا عارف، نعم، تقدر تقول له ايه نعم، فتختار نعم. هنا كمان بيقول لك هل كان لاول مرة مثلا، هل كان اي شيء محيرا او يصعب اكتشافه عند بدء الاستخدام؟ فبتقول له لا او نو، حتى بالانجليش بالعربي اكتب لا كده يعني. التي تجدها مفيدة للغاية في التنمية، ايه اللي انت بتلاقيه مميز هنا؟ فانت تقدر تقول له بمنتهى البساطة الحصول، نكتبها كده باللغة العربية، الحصول. ودي اهم ميزة فيه بصراحة، على الكلمات المفتاحية القوية والغنية والمميزة. تمام تمام. بعد كده اذا تمكننا من القيام بشيء واحد يؤدي الى ترقيتك
فماذا سيكون؟ يعني انت هنا نفسك ان انت تترقي لايه، فاقول له ممكن ليجند، ممكن اكتب له كلمة ليجند، ليجند. بعد كده بيقول لك اي شيء اخر تود اخبارنا به، نحن مهتمون دائما بما يقول عملائنا. ممكن تقول له اتمنى مثلا، نكتب له كده بالعربي اتمنى الحصول على فترة مجانية تجريبية اكبر. تمام، اعمل له كده ارسال الاجابات وقول له اوكي. بص كده معايا بس كده، تعالى ننزل بقى للقناة، هتلاقي القناة هنا اللي هي قناة ماث واي، اداني فيها 6 ايام، فعل لي كل حاجة زي ما انت شايف كده اهو، كل شيء اتفعل، حتى هنا يعني متفعل اكتر من ده لسبب واحد، ان انا هنا على ماث واي القناة مفعل عليها ربح، فطبعا كل شيء هنا اتفعل معايا، ما بقاش فيه مشكلة. هنا في بعض الحاجات ما اتفعلتش معايا عشان هنا لسه ما فعلتش ربح، فالقناة اللي متفعلها ربح بيبقى عليها كمان يعني الأولوية، وبيبقى الاهتمام أكبر، وغالبا انت يعني في مفاجآت حلوة جدا بتعملها شركة تيوب بادي، مميزة جدا، تقدر ان هي تجذبك ليها، انها تقدر تدي لك حاجات مجانية لمدة شهر، لمدة شهرين، ممكن أكتر كمان. ولو انت قدرت ان انت تنتسب بشكل رسمي لتيوب بادي، قدرت ان انت تختار اي خطة مدفوعة، هتلاقي مميزات عالية جدا 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 بتديها لك تيوب بادي. يكفيك ان انت بتقدر تحصل على عنوان مميز لفيديو الخاص بيك، بتقدر تقيم لك الصورة المصغرة وبتديك امكانية ان انت كمان تعمل صورة مصغرة، بتقدر تدي لك كلمات مفتاحية قوية جدا وكتيرة جدا تقدر ان انت تستخدمها، ده غير كمان يعني ليها دور في انك انت تقدر تعمل ديسكريبشن او تعمل وصف مميز وقوي، فيبقى عندنا عنوان وعندنا وصف وعندنا كلمات مفتاحية، التلاتة اقوية ومرتبطين ببعض، فده يكون سبب ان الفيديو بتاعك يكون عليه كم كبير من المشاهدات. اتمنى ان الفيديو يعجبكم، ياريت لو وصلنا للنقطة دي ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، فعل زر الجرس عشان يصلك كل ما هو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.